بيان وتحذير ووعيد من الثوار والأحرار المؤمنين بوجوب الدفاع عن مبادئ وأهداف وثوابت ثورة التكبير التي انطلقت في 17 من فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. تحذيرنا ووعيدنا للمروجين لمجلس الدولة، تحذيرنا ووعيدنا إلى الخارجين عن الجماعة والمنشقين عن المؤتمر الوطني العام الذين أيدوا وناصروا مهزلة ومسخرة الصخيرات ومؤامرة ليون كوبلر السراج وحكومة الوصاية والإملاءات وما يسمى بمجلس الدولة الذين يحاولون عبثاً الاجتماع للإعلان عنه، وعلى رأسهم أو من بينهم أبو القاسم قزيط ومعيتيق والعبار والشاطر، وبعلم وموافقة السويحلي وغيرهم من المهرولين الحالمين بمولد دولة العمالة والخيانة والوصاية والإملاءات. عليه نحذرهم ونحذر من ورائهم ونحذر من وراءهم من مغبة ما هم فاعلون، ونبرأ إلى الله ورسوله من الفتنة ومن إراقة الدماء التي يجرون إليها البلاد، ومن إشعال نارها في العاصمة الآمنة. ونحذر كل من يتعاون معهم أو يقدم لهم يد المساعدة من كل الجهات كالفنادق وقاعات الاجتماعات والصالات العامة في العاصمة وما جاورها، وذلك للأسباب التالية: أولاً، إنهم يحاولون ترسيخ أركان هيئة لم تعتمد ولم تصدر لها شهادة ميلاد من الثوار الصادقين الذين دفعوا دماءهم رخيصة من أجلها، ولا من الليبيين الشرفاء المخلصين لهذا الوطن. وفي الأساس إن هذا الجسم من جزء من مشروع ومنظومة ليون كوبلر المرفوضة من شعبنا العنيد، وهي كذلك تتعارض مع إرادة شعبنا العنيد الحر. ثانيا، إن محاولة الاجتماع في العاصمة في حد ذاتها هي مؤامرة لضرب الحد الأدنى للدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والمؤسسات المنبثقة عنه، ويقصد بذلك شق صف الآداء الحالي وتفعيل دور جسم مرفوض من كل الشرفاء المسمى بمجلس الدولة. وهذا يعد انقلابا آخر جديد على ثورة التكبير التي انطلقت في 17 من فبراير، يقوده المنشقين عن المؤتمر الوطني العام المعارضين لإرادة الأحرار والمخلصين فيه، وكذلك هم يقطعون الطريق على الحوار الهادف البناء. وأخيرا، نؤكد للجميع ولكل من تسوي له نفسه المساس بثورة التكبير وبدماء شهدائنا الأبرار
أننا على اطلاع تام ومتابعة دقيقة لكل ما يجري من اجتماعات وما يدور فيها، ولنا معها موقف حاسم في المكان والزمان المناسبين، ونؤكد أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاللهم اجعلنا وثبتنا على الإيمان، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يريد بهذه البلاد وأهلها سوءا، حفظ الله ليبيا من كل سوء. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حرر في طرابلس اليوم الثاني في الشهر الثالث في العام السادس بعد الألفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.